وتزاشة تبروكي ذي يزاوث وزن بعد بعد غف
الاخفاق الثالثه فريق الغريم الاخر الهلال الرياضي الناظوري يقدم له الجائزه رئيس مصلحه الرياضه بنيابه الشباب والرياضه السيد عبد الله مجاهد. الوصيف للدوري الرتبة الثانية يقدم له الجائزة مدير دوري النسخة الثالثة لجمعية الصداقة للرياضة والتنمية السيد إدريس رحو. جائزة لفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي صور عن وهي عبارة عن الألبسة والكأس. Thank you.